بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة الخير، جمعة الطيبين، جمعة مباركة عليكم جميعا. النهاردة في برنامجنا حلقة جديدة من برنامج بيقولك، وزي ما عودناكم في برنامجنا إننا هنقول لكم كل جديد يخص الأسرة المصرية، وحلقتنا النهاردة هتكون مختلفة ومتنوعة كالعادة، وهنقول لكم حاجات كتير هتفيدنا وتفيدكم. النهاردة هيكون معانا ضيوف ساهمت وكافحت إنها تدخل الفرحة في قلوب المصريين. أهلا ومعايا في الاستوديو الأستاذة جهاد ناصف. إيه الأخبار يا أستاذ جهاد؟ الحمد لله، ازيك يا شكري؟ الله يخليك، ميرسي. طبعا ضيوفنا النهاردة زي ما شكري قال ساهمت معانا في مبادرة رجال أعمال اللي كلمناكم فيها الحلقة اللي فاتت، ومكملين طبعا ودايما معاكم، وهنعرفكم ازاي تكملوا أو تساهموا معانا في المبادرة دي وتساهموا فيها. النهاردة ضيوفنا اللي منورنا واللي ساهموا معانا في المبادرة نرحب بيهم الأستاذ بسام محمد، المدير التنفيذي لشركة توربيدو. أهلا بك يا أستاذ بسام. وصاحب القلب الطيب الأستاذ أحمد حسن عزاز، صاحب شركة شارع عبد العزيز. أهلا بحضرتك، منورنا النهاردة. نورتونا وشرفتونا. أستاذ بسام، في بداية الحلقة خلينا أسأل حضرتك سؤال، وعايزين نعرف معلومات عن مبادرة رجال أعمال مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. المبادره يعني عباره عن هي عمل خير في البدايه، ان احنا بنعمل مؤسسه يساهم فيها كل رجال اعمال مصر. تمام. فطبعا الرجال الاعمال او القدوه اللي احنا موجودين بيها لازم كله يساهم فيها. بناء عليه لما اعمل حاجه الاتحاد قوه، لما نكون متحدين مع بعض هنعمل حاجه خير اكتر، هننجح سوا. هننجح سوا. تمام، صحيح. فاستاذ احمد لما احنا عرضنا عليه الفكره فطبعا مرحب جدا، لان ده مش جديد عليه، وده فعلا عمل خيري وهو متأخرش عن اي حاجه. فاحنا بنحاول ان احنا نجمع اكتر قدر ممكن من رجال الاعمال ان احنا نساهم في المبادره دي. تمام. ونبقى حاجه كويسه. حاجه تشرب في البلد. احنا فعلا بنشكركم بجد ان انتوا كنتوا معانا في المبادره دي. فطبعا دي حاجه محدش يقدر يتاخر عنها، الحمد لله. الحمد لله. فبنشتغل عليها، فان شاء الله هتبقى حاجه كويسه وهتبقى خير للبلد وخير للشباب اللي مش قادره والارامل والناس اللي هي محتاجه، فاحنا نقدر نوصل لها ده بشكل كويس. فان شاء الله هتبقى مبادره خير باذن الله. دي مبادرات رجل الخير احمد حسن عزاز، مبادرات رجل الخير بسام محمد عبد العزيز، مبادره رجال اعمال مصر بتستهدف مين؟ مين اللي داخل السحب؟ يعني مين اللي احنا مستهدفينه؟ مين اللي احنا عاوزينه؟ هنستهدف الشباب المقبلين على الزواج. تمام، حلو. الارامل اللي غير قادره على الحاجه الاحتياجيه بتاعت الخاصه بيها. تمام. فده هتبقى متوزع بشكل تنسيق وكله هيبقى مساهم فيها. تمام. والجوائز هتبقى على الهوا ان شاء الله، يعني إن شاء الله. عشان ما برضو كله شايف وكله يساهم معانا، واللي حابب يدعم تاني ان الحاجه دي احنا فعلا ما بناخدهاش لينا، احنا بنساعد بها الشباب ونساعد بها الدنيا كلها. فهيبقى على الهوا مباشره. صحيح. احنا كنا عرضنا فيديو باذن الله احنا مكملين. استاذ احمد، ايه راي حضرتك في المبادره وايه اللي شدك فيها يعني تساهم معانا؟ المبادره حاجه كويسه جدا. تمام. ان احنا بنقدر نفرح عروسه يتيمه، بنقدر نفرح حد مش قادر يشتري منتجات. تمام. مش قادر يتجهز. جميل. الحاجات دي كويسه جدا، ان احنا بنقدر نخلي الناس كلها تبقى فرحانه، نخلي الناس تبقى مبسوطه. فاحنا نحاول الحمد لله رب العالمين ان احنا نعمل حاجات اكتر واكتر، يعني احسن. بنحط الفرحه في قلوب الناس. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طب تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني، انتظرونا فضلا. مشاهدينا الاعزاء، ورجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل ومكملين معاكم في مبادرتنا. ونحب نسال الاستاذ احمد، طبعا حضرتك مشهور بالعروض الجميله اللي بتقدمها، وخاصه لمحدودي الدخل والناس البسيطه، يعني عروض حضرتك في كل مكان ما شاء الله، والجميع بيشهد لك بالخير بصراحه. صحيح. في اي مكان. فاحنا حابين نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر عن شارع عبد العزيز. والله الحمد لله رب العالمين، الشركه الوحيده في مصر اللي احنا بدانا من حوالي 15 سنه، بنبيع اوضه نوم وانتريه ونيش وشاشه ب 7500. جميل. لغايه النهارده الحمد لله احنا مستمرين بنفس العرض. العرض احنا بندفع فيه من جبنه الحمد لله فضلا عن ربنا، يعني ما بنكسبش فيه، احنا بنصنعه وبندفع فيه من جبنه ان احنا نساعد الشباب اللي مقبلين على الجوائز. تمام. نفس القصه برضو عروض الاجهزه الكهربائيه، بنبيع ثلاجه وغساله وبوتجاز وشاشه، برضو العرض ده ب 7500 جنيه. ده بيبقى اقل من القيمه اللي احنا مشترين بيها التين، بس برضو عشان نساعد بيه العرايس اليتامى والناس اللي مش قادره تتجوز والناس اللي مش قادره تشتري،
لان الاسعار بره غاليه جدا. ايوه صح. فاحنا الحمد لله معروفين في شركه شارع عبد العزيز ان هي بتبيع اقل سعر بمصر. ان احنا عندنا كل حاجه تخص العروسه والعريس باقل سعر الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله فضلنا ربنا. يعني حضرتك بتصنع النيش والحاجات دي وبتبيعها في المعارض ولا حضرتك بتستوردها على طول؟ لا بنصنعها وبنبيعها في المعارض. ما شاء الله. الحمد لله ربنا. طيب حابين نعرف من حضرتك يعني فكره المشروع بدات ازاي من البدايه؟ والله بدانا احنا كنا فاتحين معرض اجهزه كهربائيه وادوات منزليه. ولقينا طبعا كل شغلنا على عروسه وعريس. لقينا جامعات شرعيه كتير بتجي لنا، لقينا عرايس كتير يهتموا بتجي لنا. جميل. فابتدينا نشتغل على الحته دي، مش ابتدينا نشتغل على المكسب. لا ابتدينا نشتغل على حته الناس اللي ظروفها وحشه، الناس اللي مش قادره تتجهز، الناس اللي مش قادره تشتري حاجه. دي اللي عملت الحمد لله فضل من ربنا، وده اللي كبر الشركه وده اللي خلاها شركه معروفه الحمد لله رب العالمين. حضرتك شفت الفيديو المبادره، دخل معانا اول رجل اعمال بسام محمد عبد العزيز، ايه رايك في الفكره يعني كمضمون الفكره؟ حاجه كويسه جدا طبعا وحاجه تسعد الناس. يبقى ضن معانا دلوقتي حضرتك داخل معانا في المبادره. اكيد ان شاء الله رب العالمين. اكيد ان شاء الله. استاذ بسام، حابب اسال حضرتك ايه وجه التشابه بين الصناعه والتجاره؟ الصناعة والتجارة، ما فيش صناعة من غير تجارة. تمام. فالاتنين بيكملوا بعض. انا عشان اصنع لازم يبقى في تجارة اللي هي بتوزع وتوصل المنتج للمستهلك بشكل كويس. اكيد طبعا صح. الحاج احمد اول ما بدا بصراحه ما فيش حاجه بتبدا ما فيهاش عمل خيري وبتوصل للي انت عايزه. لازم تقدم الخير عشان ربنا يكرمك. هو الراجل بصراحه اشتغل على ده وده اللي وصله لحد دلوقتي ان شاء الله نشوفه نشوفه يوصل 50 فرع باذن الله. فهو في تقدم الحمد لله بالاعمال الخير. فكل ما تدي ربنا هيزيدك. عمر ما انت بتعملش خير، لو بتعمل خير ربنا هيزيدك، ما بتعملش خير ربنا مش هيكرمك طبعا. اكيد طبعا. فالحمد لله هو شغال على كده. ولما انا اتكلمت معاه وما اتاخرش طبعا، لان ده حاجه اساسيه بالنسبه له مش جديده عليه وكله يشهد بكده الحمد لله. الحمد لله. هو لما كان بيعمل مسابقه ان مثلا هيوزع 100 حاجه وممكن يبقى فيه 1000، بيوزع ال 1000 غير ارادته عادي، ما بيخليش حد ماشي زعلان الحمد لله يعني. فاكيد المبادره مش هتنجح الا بيه يعني. هو ما تاخرش وهو ان شاء الله يعني هيبقى قدوه في المبادره، راجل الاول يعني قبل اي حاجه بإذن الله. فان شاء الله دي هتبقى حاجه كويسه. بصراحه مذهول من الكلام اللي حضرتك بتقوله عن لا ما عشان كده هو صاحب القلب الطيب. بقول يعني مش هتوفي حق اللي بيعمله بصراحه يعني. تمام. واحنا سعداء بيكم بجد والله في المبادره دي. وطبعا المبادره بتاعتنا مستمره، وبندعي كل رجال الاعمال ان هم يشاركوا معانا في المبادره. زي ما الاستاذ بسام قال ان دي اعمال الخير، مش بتنقص حاجه بجد، دي بركه وخير ودي زياده كمان. فيعني يا ريت يعني يكونوا الاستاذ بسام والاستاذ احمد قدوه لنا كلنا. استاذ احمد، حضرتك يعني في المعارض بتاع حضرتك كم فرع؟ 5 فروع. هل ال5 فروع مستهدفين الفئه المعينه اللي حضرتك بتستهدفهم اللي هو عمل الخير، ولا يعني مستهدف الجميع؟ لا، مستهدفين عمل الخير ومستهدف كل الفئات. تمام. بس رقم واحد الاول عمل الخير، لان الهدف التخطيط. انا شايف حضرتك ماشي على الهدف التخطيط، هم دول النجاح بالنسبه لحضرتك. طبعا طبعا. تمام. بالنسبه لشركه شارع عبد العزيز، بدات من امتى؟ عمرها قد ايه؟ من حوالي 15 سنة. ما شاء الله. تمام. هو زي ما احنا بنقول كل واحد بيبتدي في الاول في حاجه معينه وربنا بيكرمه، وهو ده من نيته سليمه والراجل ماشي تمام. فبيبدا يوسع، يلاقي طريق قدامه مفتوح. طالما ماشي في الخير وبتعمل خير فاكيد الرؤيه قدامك هتبقى كويسه، لان انت بتلاقي في ناس بتدعي لك وناس بتكرمك وبتكبر خاطر الناس، فده طبعا حد ذاته حاجه كويسه. فالحاج احمد شغال على النظام ده بصراحه. تمام. وانا بدعو يعني كل رجال الاعمال ان احنا نساهم في المبادره. احنا ناخد الحاجه دي مش هنحطها في جيبنا ولا نحطها في المعرض ولا لا. الحاجة دي هتوزع بشكل رسمي وشكل عام قدام الناس كلها. تمام. يعني الحاجة دي هتوزع جوائز، احنا ممكن ندفع قدها مرتين تاني، ان مفيش حد يمشي زعلان من الموجودين على الزواج، من الارامل، من اليتيمة، الكلام ده كله. بس اهم حاجة كله يمشي مرضي، وكل حاجة هتمشي برسمي قدام الناس كلها، وكل شركة هتساهم في الموضوع ده هيبقى ليها اسمها وليها برضو الدعاية بتاعتها، عشان لها الحق علينا ان احنا برضو نقول للشركة دي ساهمت وعملت برضو، عشان اكيد طبعا إيه؟ لازم اسمها فده حق ليها طبعا. صحيح. فكل ده هيبقى بشكل عام وشكل رسمي وهيتصور وهينزل ان شاء الله. اللي هو احنا مش بنصور عشان العمل الخير، ان احنا بنعمل خير ما بنصورش، لكن لا دي حاجه يعني مسابقه بتعمل خير فاستتر. لا هي مسابقه، لا فعلا دي بنسميها مسابقه ومساعده، يعني مسابقه ان احنا بنحاول نقرب الناس دي مننا، الناس دي مننا يعني اخواتنا اهلنا، فاحنا بنساعد الناس دي. بس هو ده الفكره، احنا ما بنقدمش حاجه من جبنه ولا احنا من لا احنا بنواصل بين الشركات. انتوا بمثابه الفرحه لقلوب الناس، واحنا بنقربها للزواج اللي مش قادرين ان احنا نساهم في الحاجه دي.
تمام. ده منفعه خير هنساهم فيها، انا قادر ان اعملها، فانا الحاج احمد بيساعد معايا وانا بساعد مع الحاج احمد وغير الشركات الثانيه، فكلها بتتوزع بشكل عام. والشباب اللي قادره برضو احنا انتوا معانا برضو يعني ما تقلقوش، يعني انا بوجه لهم برضو عشان الناس تقول لك يعني انا طبعا الشباب فيه كتير ما بيتاخرش في العمل ده. بمناسبه الشباب بقى حاج احمد، تقول ايه للشباب؟ الشباب اللي هو عندهم احباط، انا باجي اعمل حاجه مشروع افشل، اجي اخطو خطوه قدام اسقط، فاهم؟ اللي هو مش عارف ياخد خطوه في حياته فبيجي له احباط. لا توكل على ربنا طبعا، و اول حاجه توكل على ربنا واسعى مره واثنين وثلاثه، وطول ما انت ماشي صح ربنا يكرمك اكيد يعني. تمام. مش هتقعد في البيت وهتشتغل يعني، انزل اسعى واشتغل. صحيح. وربنا يكرمك اكيد وهتبقى حاجه كويسه ان شاء الله. انا واحد من الشباب عاوز اوصل يعني اللهم لا حسد زي الحاج احمد حسن عزاز. اعمل ايه؟ مفيش حاجه بعيده عن ربنا رقم واحد. تمام. لا كل خطوات اعمل ايه بقى؟ انا عايز اخش يبدا ازاي المجال؟ والله هتبدا باي مشروع حتى لو صغير خالص. بس خلي منه جزء لربنا كده يعني، حتى لو حاجه بسيطه خالص. هو عمل الخير هو عمل سبب الخير في طبعًا. نجاح التاجر مع ربنا وربنا يكرمك اكيد يعني. تمام. فاي حاجه تبدا فيها خير ان شاء الله هتلاقي ربنا يكرمك. دي سبب التوفيق وان الموضوع بيكمل يعني. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله. طبعا احنا فكرتنا معاكم انتهت بسرعه للاسف. مبادرتنا مكمله معاكم، وان شاء الله احنا مش بس بنناشد مجال مثلا الصناعه او التجاره، لا احنا بنناشد رجال الاعمال في كل المجالات ان هم يساهموا معانا، واكيد طبعا مبادرتنا مكمله معاكم، وطبعا في فقره تانية فانتظرونا.